على غرام كان موجود في الطيب المهيري ورسميا ظهالي يغادر نحو نادي شختار الأوكراني. تأكد لنا طبعا اتمام الصفقة بشكل نهائي. هو الصفقة تقدمت تقريبا بشوط كبير آخر من معناتها أنه على غرام شغادر نادي الصفقة مؤكد للفريق فريق شختار كيف كيف بقى من معناتها في اتفاق معناتها بين زوج جمعيات وأنه كل ما يهم الصفقة هذه ومعناتها يبقى داخلي نوعا ما معناتها سكرت عليا اسمع سكرت عليا السؤال الجاي إلى حين إتمام معناها ما نجموش نحكيه على قيمة الصفقة ولا على نصيب الفريق الأم متاع على غرام حتى والله ما قلت لك معناتها وهذه تقريبا تعذرني احنا نحبوكم برشا ونقدروكم برشا ونقدروا قداسة الخطة نتاعكم عايشك كيف كيف انتم زاد كيف كيف ماذا بكم تفهمونا شوية في الأمور هذه عنا التزامات مع نادي آخر ومعناتها كيف ما هو ما خرج حد شيء احنا ما نخرجوش احنا ما معقول وما ندخلوش عليكم بالمعلومات صحيحه في وقتها وفي ادانا يعني من هنا الوقت ايش ستحسب ان شاء الله مثلا اقل شيء الخطوط العريضه بدايه الاسبوع اي في الايام المقبله العقد اللي جابيه على غرام من رالوي للسي اس اس نجموش نعرفوا هل انه فعلا فيه نسبه 20% من اول انتقال او لا هي في يبدو لي انه في نسبه ما يمكن ماشي 20% ما ثم نسبه مئويه نعرف اللي ثم نسبه مئويه بين 10 و15 15 20 يمكن في 15% يمكن 15%